هنّأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المواطنين الكرام بحلول شهر رمضان المبارك وأرسل جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه رسائل نصية على هواتف المواطنين في مملكة البحرين يهنّئهم فيها جلالته بهذه المناسبة المباركة سائلا جلالته المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وشعبها العزيز وفيما يلي نص الرسالة نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير سائلين الله ان يحفظكم ويحفظ وطننا الغالي حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكه البحرين